الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بحول الله وتوفيقه نبدأ في هذه الأيام إن شاء الله هذه الدورة المهمة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة والمسلمين في توحيد الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الشبهات التي في واقعنا الآن هي شبهات من نوع الشبهات التي تقدح في إيمان الإنسان وفي توحيده وفي إسلامه، وصار الإعلام إلا من رحم الله ينشر عقائد المشركين بشتى أنواعها وبشتى نحلهم وأديانهم، من العقائد التي تناقض توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة، مما هو أشد وأنكى من الشرك الذي وقع في قوم نوح كأول قوم ذهبت عقيدتهم الصحيحة وتغير دينهم، وأول من بعث فيهم نبي يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، وصار الناس في شك من دينهم وعقائدهم حتى من أبجديات الإسلام والدين، وذلك كله تصديقا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، ومنها لما جاء الناس إلى أنس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ألا ترى إلى ظلم الحجاج؟ وشكوا إليه ظلم الحجاج، فقال: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أنت تجد الأمة مع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لها قد وقعت فيما حذر منه، كما جاء في البخاري وغيره من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فما. وهذا يحتم على أهل الحق، وهذا واجبهم، ولن يكونوا أهل حق إلا إذا قاموا به أقوى القيام وأعظم القيام، أن يتعلموا من دين الله ما يكون لهم حجة في مدافعة هذه الشبهات، وهذا الغزو المنظم على عقائد المسلمين وعلى ما قرر القرآن وعلى ما جاء به الرسل والأنبياء جميعا، ولا يكون ذلك إلا بالتعلم ثم نشر هذا العلم
وبيان هذا العلم للناس، وأن تزال الشبهات من أذهان الناس، وأن يركز الناس على هذه القضية، وأن تكون هي أولى اهتماماته، وذلك لانتشار المنكر في الإذاعات والجرائد والتلفاز وغيره من الوسائل، سوى ما يكون من محاضراتهم وندواتهم وما يكون من شبهاتهم في الجامعات وفي غيره. وهذا كله يحتم على أهل الحق أن يبذلوا من الوقت ومن الجهد ومن المال ما يدافعون به عن عقيدته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحح الألباني في سنن أبي داود: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فجهادهم بالمال والنفس هذا معلوم، والجهاد باللسان يكون بضحض الباطل ورد الشبهات. والآن اليوم أعظم من تولى كبر هذا الشرك والكفر في السودان الرجل المعروف عندكم بمحمد المنتصر الإزيري، وهو يتترس داخل القنوات وفي الاستوديوهات ولا يخرج إلى المناظرات وإلى النقاش العلمي، وإنما هو الكذب والبدر والتلفيق والأكاذيب واستغلال جهل الناس وقلة معرفتهم بالدين، ثم سكوت من عنده علم أو من يظهر بمظهر السلفية. فكل ذلك ساهم وكان سببا في انتشار هذا الباطل. الدورة إن شاء الله هتكون يوميا، هيكون في مجلسين اليوم إن شاء الله، سأتناول موضوع التمائم والحجبات، وحيكون فيه الشيخ أخونا أبو بكر بعد صلاة المغرب إن شاء الله في شبهات محمد المنتصر حول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه وأئمة الدعوة. ودائما يا أخواننا الإنسان يعلم أن معه الحجة الواضحة والدليل القوي من كتاب الله سبحانه وتعالى، فيكون بذلك رابط الجأش قوي الإيمان بما عنده من العقيدة. ثانيا أن يعلم أن شبهات هؤلاء لا تخرج من أمور، أن شبهات هؤلاء وغيرهم لا تخرج من أمور. الأمر الأول أن يستدلوا بما لا يكون دليلا كالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهذا عندهم كثير. ثانيا أن يستدلوا بدليل في نفسه يكون صحيحا، الدليل في نفسه قد يكون جزء من آية أو جزء من حديث صحيح، لكن لا يستقيم استدلالهم إما لبترهم يبتر الكلام، أو أن يدخلوا فيه ما ليس منه، يجيب لك كلام والكلام ثابت لكن يدخل عليه كلمة يقلب بها المعنى والكلام، أو أن يكون قولا مرجوحا لأحد العلماء، يعني يتبع قولا شاذا وهكذا. أما أن يكون لمبتدع أو مشرك حجة فهذا ما جعل الله له حجة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فلله الحجة البالغة. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر
لا برهان له به، أي لن يجد دليلا على كفره ومخالفته. طيب، الموضوع الأول أنا هتناول إن شاء الله ثلاثة مواضيع. الموضوع الأول موضوع الحجبات والتمائم، الموضوع الثاني موضوع الكرامات، وموضوع كبير جدا ويلحق به موضوع علم الغيب. طيب، أولا التمائم. قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في حديث رقم 492، قال: فائدة تعريف التميمة. فائدة: قال التميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها، كانت العرب تعلقها على أولادها، خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها، يتقون بها العين في زعمهم، يتقون بها العين في زعمهم، أي إصابة العين، فأبطلها الإسلام، فأبطلها الإسلام كما في النهاية لابن الأثير، كما في النهاية لابن الأثير. هذا التعريف نقله الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال الشيخ مبارك ابن محمد الميلي، الميلي كتاب اسمه رسالة الشرك، رسالة الشرك ومظاهره، طبعت الجامعة الإسلامية. عليش التعريف شوية في طول. قال: التميمة في الأصل، التميمة في الأصل وصف للذات التامة، وصف للذات التامة الخلق، وصف للذات التامة الخلق، تقول رجل تميم، رجل تميم وامرأة تميمة، وامرأة تميمة، وتم الشيء يتم بالكسر، وتم الشيء يتم بالكسر، أي اشتد وصلب، أي اشتد وصلب. قال: والمراد ما يعلق على الإنسان، ما يعلق على الإنسان لدفع الآفات عنه، وهذا التعريف أعم وأشمل، ما يعلق على الإنسان لدفع الآفات عنه. وفي القاموس، هذا من مراجع اللغة والمعاني، قال: وفي القاموس التميمة خرزة رقطاء، خرزة رقطاء، رقطاء أرقط يعني، رقطاء، تنظم في العنق، تنظم في العنق يعني تربط وتعلق في العنق. وفي الأساس، هذا أيضا من المراجع، صبي متمم، صبي متمم، ده كل يا أخواننا معرفة المعاني اللغوية تقرب التعريف الشرعي. صبي متمم علقت عليه التمائم، علقت عليه التمائم. وتممت عنه العين، وتممت عنه العين، أتمها تما،
أتمها تما، أي دفعتها عنه، أي دفعتها عنه. بتعليق التميمة عليه، دفعتها عنه بتعليق التميمة عليه، وهي من فعل الجاهلية. تعليق التمائم من أفعال الجاهلية، يعتقدون أنها تدفع عنهم الآفات، يعتقدون أنها تدفع عنهم الآفات. قال أبو ذؤيب الهذلي، قال أبو ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها، وإذا المنية أنشبت أظفارها، الفيت كل تميمة لا تنفع، الفيت كل تميمة لا تنفع. وإذا المنية أنشبت أظفارها، الفيت كل تميمة لا تنفع. وإذا المنية أنشبت أظفارها، الفيت كل تميمة لا تنفع. إذن هي من أفعال الجاهلية. طيب، الأدلة من القرآن والسنة، أو من السنة على تحريم التمائم، وهي أدلة واضحة وصحيحة في دلالتها على تحريم تعليق التمائم، سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. سئل محمد المنتصر الإزيري عدة أسئلة في قناة أم درمان، وهي قناة تتبع لحسين خوجلي من أتباع الترابي، وهو إنسان ليس بأمين وليس عنده من الشجاعة ما تتحمل فيه قناته كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله نصيب من قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وإذا كان صادق فإن شئت أن نسجل لك حلقة ونأتي بوثائقنا وأدلتنا، وإن شئت أن لا نذكر الأسماء لا نذكر الأسماء، وإن شئتها مناظرة كانت مناظرة. المهم، سئل محمد المنتصر الإزيري عن التمائم، واحد قال له: رأيك شنو في الحجبات؟ فطوالي نط للحجاب اللي بيكون مكتوب من القرآن، وقام قال له: إذا كان المعلق من القرآن أو من أسماء الله تعالى أو كلام طيب فهذا يجوز إجماعا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وإذا كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه جماعة من السلف. هذا الرجل مفتري ومدلس ومقطع، كل ذلك لينصر باطله. طيب، أولا هو قال يجوز إجماعا، بعد ذلك قال رخص فيه جماعة من السلف، هل هذا يدل على الإجماع؟ ما يدل. وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال: ورخص فيه بعض السلف. هو إنسان كذاب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، إن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فكيف إذا كان الكذب على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ربنا قال: ف
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ لا أحد أظلم من هذا. طيب، أولا نذكر الأدلة ثم ندخل في بعض الشبهات. من الأدلة حديث رواه الإمام أحمد وغيره، حديث أيضا صححه الشيخ الألباني سلسلة صحيحة برقم 492، وهو الذي فيه كلام الشيخ الألباني السابق، عن عقبة ابن عامر الجهني، عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد هذا الحديث من أصرح الأدلة في هذا الباب، وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا قال إن عليه تميمة، أي ما السبب الذي منعك من مبايعته؟ قال إن عليه تميمة، فالتميمة تمنع من المبايع، عرفت؟ لأن المبايعة تكون على ما ذكر في آية سورة الممتحنة، مش من يعطينا الآية؟ ولا يقتلن، طيب، فمن الأمور عدم الشرك. طيب، قال إن عليه تميمة، فأدخل يده، أي الرجل، فأدخل يده فقطعها فبايعه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من علق تميمة فقد أشرك، وهذه القصة يا أخواننا إذا تلاها الإنسان حسمت له كثير من النزاع. الحديث الثاني عن قيس ابن السكن الأسدي أو الأزدي، قال قيس ابن السكن الأزدي قال دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على امرأته، فرأى عليها حرزا من الحمرة، لعله شيء في العين، فقطعه قطعا عنيفا حرزا، الحرز هو شنو؟ والحصد، حرزا من الحمرة، فقطعه قطعا عنيفا، ثم قال إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء،
وقال أي عبد الله بن مسعود كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا الحديث رواه الحاكم وأحمد وغيره وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2972. الرقى جمع رقية، قال الشيخ ابن عثيمين إذا كان نهاية الفعل رقى بالألف فهي القراءة، وإن كانت الياء فهي الصعود، يقال رقى المنبر، إذا كانت بالألف تعني القراءة، إذا كانت بالياء تعني الصعود. قال الشيخ ابن عثيمين طبعا الحكم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، الثلاثة ذي كلهم شنو؟ شرك. الشيخ ابن عثيمين قال وهذه ليست على عمومها، وهذه يعني الرقى، وهذه ليست على عمومها، بل هي عام أريد به الخاص، بل هي عام أريد به الخاص، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس عام أريد به الخاص، الناس معروف لما تقول الناس معناه شنو؟ البشر، لكن أريد بهم كما قال العلماء أهل مكة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. طيب، فهذا من العام، لأن الرقى منها ما هو جائز ومنها ما هو شرك. قال وهو الرقى بغير ما ورد به الشرع، يعني الشرك هي الرقى بغير ما ورد به الشرع، وهي لا تخرج إما أن تكون شركا أكبر أو شركا أصغر كما سيأتي. طيب، أما ما ورد به الشرع فليست من الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفاتحة وما يدريك أنها رقية، حديث أبي سعيد اتفق عليه عند البخاري ومسلم. التمائم عرفناه مش، وأيضا عرفها الشيخ محمد عبد الوهاب بنفس تعريف ابن الأثير. طيب، التولة قال الشيخ ابن عثيمين شيء يعلقونه على الزوج، شيء يعلقونه على الزوج، يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والعكس، يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والعكس. ولأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري كما سيأتي هنا في الرد على بعض الشبهات. طيب، من الأدلة أيضا حديث أبو بشير الأنصاري، حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال عبد الله أحد الرواة حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، والناس في مبيتهم يعني أي زول في منزل، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت رواه البخاري برقم 3005 ورواه مسلم برقم 2115. أنا شايف الناس دي نامت. طيب ما هو الحديث الأول الذي يحرم تعليق التمائم يا مجتبى؟ من علق تميمة فقد أشرك، هذا هو الشاهد. طيب من يذكر الحديث بتمامه؟ أيوة أول. أيوة الأول. عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رهط، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالك بايعت تسعة ستة. قالوا بايعت تسعة وتركت هذا. قال إن عليه تميمة. ده أخوانا من أقوى الشواهد في هذا الحديث. قال أها تم الحديث. فأدخل يده فقطعها فبايعه. قال عليه الصلاة والسلام علق تميمة فقد أشرك. طيب الحديث الثاني. حرزا من الحمرة. إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء. طيب الحديث التالي. قال عبد الله حسبت أنه قال قلادة إلا قطعت، البخاري ومسلم. طيب قال النووي قال مالك أرى ذلك من العين أي تعليق الوتر أرى ذلك من العين. قال النووي وقول مالك من العين أي لدفع العين. وقول مالك أرى ذلك من العين هو بضم همزة أرى أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين
وأما من فعل ذلك من زينة أو غيرها فلا بأس، من زينة أو غيرها فلا بأس. يعني إذا كان البعيرة والحمارة والدابة دار تزيينها وعملت على شنو زينة فلا بأس. ليه قال فلا بأس وليه قال أرى ذلك من العين؟ لعموم، لأن العموم يبقى على عمومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسل الصحابي قال لي ما تخلي أي قلادة أو قلادة من وتر إلا قطعتها. الصحابي ده حيمش أي بعير لقى عليه قلادة حيقوم شنو اقطعه. لماذا؟ لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك الإمام مالك من سياق الحديث قال أرى ذلك من العين، يعني إذا كان في صحابي معلق على بعيره أو على حماره أو دابته قلادة ولكنها للزينة فإن ذلك شنو لا بأس به، والزينة واضحة. طيب، ثم نقل كلاما للقاضي في أنه تجوز إذا كانت من القرآن لحاجة التداوي أن تعلق. قال هذا كلام القاضي، ده كلام النووي، قال هذا كلام القاضي. وقال أبو عبيد، وهو أبو عبيد القاسم بن سلام، هو من أئمة السلف، كانوا يقلدون الإبل، كانوا يقلدون الإبل الأوتار، كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم أن الأوتار لا ترد شيئا، إعلاما لهم أن الأوتار لا ترد شيئا، ما بترد العين. طيب، ده كل أخواننا في ما يعلق من القرآن ومن أسماء الله سبحانه وتعالى ومن الكلام الطيب. ما بيتكلموا عن شنو؟ عن السحر والشرك، ده أصل العلماء ما بيتكلموا عن. طيب، أيضا من الأدلة ما رواه أبو داود برقم 36 وصححه الشيخ الألباني في السنن، حديث رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته، أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا، وداء الشاهد من الحديث، أو تقلد وترا أو استنجى، أو استنجى برجيع دابة، برجيع دابة أو عظم، أي مما يؤكل لحمه، برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء، منه بريء. قال حديث رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس
أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. وهذا كله من كبائر الذنوب، رواه أبو داود برقم 36 وصححه الشيخ الألباني. طيب، أن من عقد لحيته كانوا يفعلون ذلك في الحروب ليعلم أن هذا الإنسان عظيما وشريفا، ويفعلونه تكبرا. أو تقلد وترا، أي علقه من القلادة، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، لأن رجيع الدابة وهو روثها مما يؤكل لحمه، فإنها طعام دواب مسلم الجن. مسلم الجن عندهم طعام ولدوابهم طعام، فروثوا دوابنا وشنو؟ طعام بهائم الجن. والعظام ما يؤكل لحمه هي شنو؟ طعام الجن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم يجدونه أوفر لحما. وهذا من الغيبيات التي يؤمن بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك واستنجى بها فهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ختم حديثه بقوله: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. هذا يدل على أنه من كبائر الذنوب، كما قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد، وليس فيه التكفير. أيوة، يلفها كده يعني، وليس فيه دليل على التكفير، كون النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من عمل من الأعمال، هذا ليس فيه التكفير كما يعتقد التكفيريون السرورية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منه. يعني زول غشاك طوال تكفره. طيب، من هذه الحديث أو من هذه الأحاديث نأخذ حكما، وهو حكم التمائم. وقد ذكر هذا التفصيل الشيخ ابن عثيمين تحت حديث: من علق تميمة فقد أشرك. الحديث منه يا دكتور؟ رواه منه: من علق تميمة فقد أشرك. رواه منه؟ رواه، هذه تقال للصحابي أو من نقل الكلام ممن هو أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أحمد والبخاري دي يقال شنو؟ أخرجه. ها، رواه منه؟ عقبة، عن عقبة بن عامر، وأخرجه الحاكم وأحمد. طيب، قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد: هذا الشرك يكون أكبر، إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون أمر الله. هذا الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون أمر الله، وإلا فهو أصغر. ليه يا أخوان؟ ليه يكون أكبر؟ لأن هذا شرك في الربوبية،
واعتقد خالقا مع الله سبحانه وتعالى. طيب، وإذا لم يعتقد أنها تدفع أو تضر بذاتها فإنه يكون شركا أصغر. لماذا؟ قالوا، قال الشيخ ابن عثيمين، أو بعبارة أضبط، طيب صحيح، قال لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسبب سبب، طبعا يا أخواننا في أسباب كونية وفي أسباب شرعية. أسباب معناها شنو؟ معناها أمور ربنا أمرك تعمل لتحصل بها أغراضك الدينية والدنيوية. والأمور أمران، أمر كوني وأمر شرعي. الأمر الكوني هذا لا بد من وقوعه، والأمر الشرعي قد يقع قد لا يقع. الأمر الكوني منه ما يحبه الله ويرضاه، ومنه ما لا يحبه الله ولا يرضى. والأمر الشرعي كله يحبه الله ويرضى. طيب، أنا داير أروى وقدامي في لحم خنزير وفي فول، هل لحم الخنزير يشبع ولا ما يشبع؟ يشبع. طيب، هل هو سبب؟ سبب كوني، لكن هو منهي عنه شرعا. أما الفول فهو من المباحات، وهكذا. في أمور قد تكون هي من الأسباب الكونية لكن جاءت الشريعة بتحريمها والنهي عنها، وفي أمور ليست هي بسبب شرعي ولا كوني كما سيأتي إن شاء الله. قال لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببا، وده برد على الشبهة بتاعت حمد المنتصر، إنه يقول لك التمائم ألف وباء، إن اعتقد أن الفاعل حقيقة هو الله وأن هذه أسباب، دي قال ما فيها حاجة، وأن الحجاب هو من باب المجاز. يا تو مجاز، ما علاقة المجاز بهذه الهرطقة؟ ما عندها أي علاقة مع مجاز ولا أي حد. ده شنو داس؟ زي ما بقول الشيخ رسلان حفظه الله، أي شيء هذا؟ ما ده كلام، دي هرطقة ساكت. كويس. وبعد ذاك يقول أما إذا اعتقد أنه النافع هو الله والضار هو الله، لكن هذه أسباب فيجوز. الأسباب ذاتها ينظر إليه. قال لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببا فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب. فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، والله تعالى لم يجعله سببا. والله تعالى لم يجعله سببا، لا سببا شرعيا ولا قدريا، لا سببا شرعيا ولا قدريا. ثم فصل الشيخ ابن عثيمين في الأسباب، قال والناس في الأسباب ثلاثة فرق. النوع الأول أو القسم الأول من الناس من ينكر الأسباب، وهم كل من قال من ينكر الأسباب. علاش يا أخوانا مضبوطين بزمن؟ يعني عشان كده بس بنحاول أن الزول يسرع. من ينكر الأسباب وهم كل من قال بنفي حكمة الله. إن شاء الله لو ربنا يسر قبل نهاية الدورة نطبع المواد ونوزعها للناس إن شاء الله، لكن برضو الإنسان يلخص. وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية والأشعرية. بس يقول لك مش الله يعني يأمر، بس خلاص ربنا يأمر خلاص. طيب، القسم الثاني من يغلو في إثباتها حتى يجعل سببا ما ليس بسبب، حتى يجعل سببا ما ليس بسبب.
قال وهؤلاء عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم. وهؤلاء عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم زي منه زي الشيعة. طيب الثالث القسم الثالث من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها. من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها ولكن لا يثبتون منها إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله سواء كان شرعيا أو قدريا، يعني سواء كان السبب شرعي أو سبب قدري. سبب الشرعي زي الدعاء، السبب القدري كأكل الإنسان ليشبع. قال وهؤلاء هم المؤمنون حقا، ربطوا الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها، وهذا من تمام الحكمة. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون يثبتون الأسباب ويعتقدون أن هذه الأسباب لا تنفع ولا تؤثر، ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يتعاطاها الإنسان. والعلل بمعلولاتها. مثلا الدبلة في التولة، الدبلة ما حكم الدبلة؟ حكمها شنو؟ الدبلة طيب يا أبو عبد الله، كويس. بدر الدين زينة. الدبلة يا أخواننا بتاعت الخطوبة، الدبلة معلش نغيضة، طيب الدبلة بتاعت الخطوبة بدعة كويس. ما حكم الدبلة؟ نصلح السؤال، ما حكم الدبلة بتاعت الخطوبة؟ سؤال واضح؟ كويس. ايوه هذا الامر الاول. ثانيا فيها تشبه زي ما قالوا اخواننا بالكفار. شيخ ابن عثيمين قال ثم اذا انضاف الى ذلك ان كانت من الذهب فهذا بلاء على بلاء اذا لبسه الذكر. فيعتقد انه هذه الدبله بتثبت شنو؟ الخطوبه. مش هاي يقول لك عشان نحجزها لازم الخطيب يجي يخدها في شنو؟ الناس دي اخوانا مباريه المسلسلات ساكت ما عارفين الحاصل شنو. كويس؟ يجي اذا اول حاجه ده وقع في محرمات كثيره سوى ما ذكرنا انه مس امراه لا تحل له الخطيبه دي. أسي لو في زول سمع كلامنا ده يقول لك يا زول دي خطيبته عديل خطيبته يعني عشان ضميت السبابتين يعني ما خطيبته شنو؟ الخطبة دي هي وعدي بالزواج ما زالت عنه أجنبية حتى يتم العقد بينهم على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نخش لبعض الشبهات لأنه الزمن ضايق. طيب من الشبهات أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب حرزا لأبي دجانة.
نذكر بعد ذاك الناس تراجعوا إن شاء الله في الورق. قال: شكى أبو دجانة فقال: يا رسول الله، بينما أنا البارحة نايم إذ فتحت عيني فإذا عند رأسي شيطان فجعل يعلو ويطول، فضربت بيدي إليه فإذا جلده كجلد القنفذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومثلك يؤذى يا أبا دجانة، عامرك عامر سوء رب الكعبة، أدعو لي علي بن أبي طالب. فدعاه فقال: يا أبا الحسن، أكتب لأبي دجانة كتابا لا شيء يؤذيه من بعدي. فقال: وما أكتب؟ كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي العربي الأمي التهامي الأبطحي المكي المدني القرشي الهاشمي صاحب التاج والهراوة والقضيب والناقة، وذكر معه آيات. ثم طوى الكتاب فقال: ضعه عند رأسك. فوضعه فإذا هم ينادون: النار النار، أحرقتنا بالنار، والله ما أردناك ولا طلبنا أذاك. كلام طويل جدا. حرز أبي دجانة هذا حديث موضوع، حديث موضوع، أخرجه البيهقي في دلائل النبوة. وممن قال بوضعه العلامة ابن كثير، جزء السادس صفحة 332، تلقوا النسخة موجودة في المكتبة. قال: أما ما يروى عنه، أي عن أبي دجانة، 332، أما ما يروى عنه، ها؟ لا، البداية والنهاية. أما ما يروى عنه من ذكر الحرز، من ذكر الحرز المنسوب إليه، أو المنسوب إلى أبي دجانة، أما ما يروى عنه من ذكر الحرز المنسوب إلى أبي دجانة فإسناده ضعيف ولا يلتفت إليه، ولا يلتفت إليه. وقال السيوطي في كتابه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع، إسناده مقطوع، إسناده مقطوع، وأكثر رجاله مجهولون، وأكثر رجاله مجهولون. الكلام ده يا أخوان الإنسان يحتاج إلى حفظه. أنت ما شفت أهل الباطل ديل بيحفظ كيف؟ وقال الإمام القرطبي في تفسير كده بيجيب لك، وبعض المواضع قد تكون الكلمة الجايبة منه صحيحة في نفس الموضع لكن هو محرفة، وابن تيمية يكون ذاكر له 40 قول وجاء في ضمن الأقوال بيجيب القول وتاني يرد عليه رفته أو يضعف أو كذا، فيقوم يبتر كلام ابن تيمية، أو بوجه تاني ابن تيمية يتكلم على اصطلاحات من يرد عليه. يعني مثلا يجي في مسألة الكشف والإلهام وكذا، دي مصطلحات ما قال ابن تيمية ولا واحد من السلف. ابن تيمية بيرد عليهم يقول لهم: اصطلاحاتكم دي انتوا قاصدين بها شنو؟ إذا أردتوا بها كذا، والكلام ده قالوا كذا ونقلوا كذا، وأول من قال به فلان وكذا، ويجي يرد عليه يقوم يقطع الكلام شنو؟ من النص وينسب لابن تيمية. فلازم الإنسان يا أخواننا يحفظ هذا الكلام. ها؟ قال: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. طبعا يا أخواننا الأحاديث الموضوعة هي المختلقة، زي ما قال البيقوني شنو؟ البيقوني قال شنو؟ ها؟ في تعريف الحديث الموضوع، أها، والكذب المختلق، أها، المصنوع على النبي فذلك الموضوع، فذلك الموضوع. ها؟ السيوطي. ايوه جاي كلامه هنا في الدلائل، نكمل يا اخوان. ها؟ ما برقم، ما هو بيذكر في، بيذكر في تواريخ، تواريخ في التراجم، كتاب بتاع البدايه والنهايه بيذكروا بالسنين، سنه 11 تقريبا، في الجزء السادس صفحه 332 في ترجمه ابو دجان رضي الله عنه. قال: هذا حديث موضوع، اسناده مقطوع، واكثر رجاله مجهولون،
قال وليس في الصحابة من يسمى بموسى أصلا، لأنه قالوا عن موسى. قال وليس في الصحابة من يسمى بموسى أصلا، وليس في الصحابة من يسمى بموسى أصلا. البيهقي قال وقد روي في حرز أبي دجانة، وقد روي، وهذه أيضا من صيغ التمريض. إخواننا العلماء لما يقولوا روي وحكي وقيل وروينا، هذه من صيغ التضعيف التي تدل على عدم صحة وثبوت الحديث. قال وقد روي في حرز أبي دجانة حديث طويل، حديث طويل، وهو موضوع، وهو موضوع لا تحل روايته، لا تحل روايته، والله أعلم بالصواب. كلام ده يا أخوانا الإنسان لازم يحفظه، ولأنه المتيسر للناس ابن كثير يعني راجع. أيضا الذهبي في ترجمة أبي دجانة مجلد الأول صفحة 245، تقريبا برقم 3049، راجع راجع الكلام. لكن لو جبت كلام الذهبي وكلام ابن كثير دي من الكتب المتيسرة والمشهورة عند الناس، دي أخواننا من الفوائد في رد الشبه إنك تجيب للناس الشيء اللي بيعرفوه من المصادر التي تعرف. لكن لما تذكر لهم الآلة المصنوعة يقول لك وبعد الآلة بعد ده الحديث ما صح، يعني بعد اسمه الآلة. فالذهبي في السير المجلد الأول صفحة 245 قال وحرز أبي دجانة شيء لم يصح، شيء وحرز أبي دجانة شيء لم يصح، ما أدري من وضعه، ما أدري من وضعه. ده كلام الإمام الذهبي. وإذا بقى الحديث موضوع، أنس بن مالك رضي الله عنه روى قال والله ما يمنعني أن أحدثكم بحديث رسول الله، أو قال بكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب 245 برضو النسخة الحمراء دي هي النسخة التي فيها الإحالات. طيب الشبهة الثانية وهي شبهة طويلة، وهي شبهة التي بتر فيها محمد المنتصر كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكلام الشيخ محمد عبد الوهاب لسائل أن يسأل ليه، طيب ليه الشيخ ذكره؟ ما داسي بيعمل جوطة للأمة وكده، ليه ذكر؟ هذا من الأمانة العلمية، من الأمانة العلمية، ولأن أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليه، وهذا أقوى في الحجة. لما يتدسل عليك وزول يطلع عليه يعرف إنه حجتك ضعيف، لكن لما تجيب الشبهة التي يمكن أن تأتي إلى أذهان بعض الناس وترد عليها، هذا يكون أقوى في الحجة. طيب أيضا نفس الكلام أو قريبا منه نقله الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول شرح سلم الوصول المجلد الثاني صفحة 510-512، وكذلك في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد 136-138، وكلهم كانوا بيشرحوا وينقلوا كلام الشيخ محمد عبد الوهاب، أما إن كان المعلق من القرآن، أما إن كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف وكرهه آخرون منهم عبد الله بن مسعود وأصحابه، وهذا هو الذي عليه الأدلة كما سيأتي. خلاصة القول إنهم ما بيتكلموا عن الحجبات التي هي من الشرك زي ما جاء في كتاب زهير الرياض، ويكتب لمن به حمى هذه الأسماء شقش، نموشلخ، راعي المنخ،
العجل الساعة 2. وكالدعوة البرهتية ديك عند الطريقة السمانية في كتاب عبد المحمود نور الدائم، وفي كتاب مجموعة الرسائل المرغنية الدعوة البرهتية، إنه تقول برهتية 2 طوارن 2 بزجل مزجل ترقب برهش أنغلاليط ما أعرف شنو، كلام كثير ذاته يستحي منه العقلاء. المهم كلام كثير. فهل ده من القرآن؟ وهل تستطيع أن تأتي بواحدة من القرآن؟ ما تستطيع.